بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد عدد ما أحاط به علمك وجرى به قلمك وسبقت به مشيئتك وصلت عليه ملائكتك صلاة دائمة بدوامك باقية بفضلك وإحسانك إلى أبد الأبد أبداً لا نهاية لأبديته ولا فناء لديمومته. وكانت أول رحلة في رحلات موسى مع الخضر هي رحلة السفينة التي كان أصحابها من المساكين، ولم يكن موسى يعلم ماذا سيحدث مع هؤلاء المساكين، ولم يكن يتوقع أي شيء، هو فقط يصاحب الخضر لكي يتعلم منه. وهذا هو الملك الظالم الذي يأخذ كل سفينة غصبا. أيها الخادم، أيها الخادم، أين الخمر؟ تفضل، تفضل يا سيد الملك. قال الخضر: يا نبي الله موسى، ما أوتينا من العلم إلا القليل، ولا تظن أنني أعلم أهل الأرض، فعلم الله به الكثير من المعجزات، والله يعطي من يشاء بغير حساب. وكان موسى يستمع ولا يتحدث، إنه يريد أن يتعلم من الخضر. يا رئيس الجنود، أمرك يا مولاي. ماذا فعلت في أمر السفن؟ لقد بدأنا يا مولاي في الاستعداد. وكم لديك من الوقت للاستعداد هذا؟ لدي بضعة أيام يا مولاي. أريد أن يكون أسطول السفن خاصتي أقوى أسطول على الأرض. سنفعل هذا، وسيذكر التاريخ هذا الأسطول الذي سيكون أقوى أسطول عرفه التاريخ. لقد عاد يوشع. ماذا؟ عاد؟ وهل عاد معه موسى؟ لا، لم يعد موسى معه. لم يعد موسى معه؟ نعم، لم يعد. لقد كسبت الرهان هذه المرة. دعك من الرهان الآن، إن في الأمر سر. سر؟ وما هو هذا السر؟ لماذا ذهب يوشع مع موسى في رحلته وعاد بمفرده؟ إلى أين ذهب موسى هذه المرة؟ ومن الذي يعرف؟ يوشع هو من يعرف، وهو من سيخبرنا بهذا الأمر.
إن هذه السفينة ملك لنا جميعا، كل واحد في السفينة له نصيب منها. لقد تعبنا كثيرا حتى جمعنا ثمن هذه السفينة، ونحن نعمل عليها أشياء كثيرة، من صيد ونقل وتوصيل أي شيء يريده الناس. إنها كذلك بيتنا، فإننا ليس لنا بيت غير هذه السفينة، وإن غرقت هذه السفينة في البحر ضعنا ولم نجد لنا ملجأ آخر. قال الخضر: لا تخافوا عليها، وألقوا حمولكم على الله الذي يحرسها لكم. إننا بمأمن ما دمنا معكما أيها الرجلان الكريمان. لقد عاد يوشع بدون موسى يا هارون. لقد رحل موسى هذه المرة وتركك لنا. من الأفضل أن تهرب أنت الآخر، أنت لا تصلح أن تكون نبيا لبني إسرائيل. تبا لهؤلاء اليهود الذين لا يصمتون أبدا. وجدتماه يقف فوق طنفسة خضراء وسط المياه؟ نعم. وكيف وصل إلى هذا المكان؟ لا أعلم. ويقول موسى إنه نبي الله؟ إنه نبي الله يا أماه. يا لها من قصة غريبة حقا. يا لها من رحلة، كنت أتمنى أن أظل معه إلى الآن. ألا يكفي ما رأيته من أمك في غيابك؟ لقد جن جنونه مني. يقول الخضر: وهل ستصبر يا موسى على ما ستراه مني من أفعال؟ أم ستتحدث وتنقض عهدك؟ ما رأيك يا مولاي فيما ترى؟ إنه لعمل عظيم حقا، ولكني أريد المزيد من السفن لإكمال الأسطول. سوف تنال ما تريد يا مولاي. وأنت أيضا ستنال ما تريد. ورأى موسى ما فعل الخضر في قاع السفينة. ولم يصدق ما فعله هذا العبد. هذا هو العبد الصالح الذي يعرف ما لا يعرفه موسى.
أهذا هو الذي طلب موسى من الله أن يدله على مكانه كي يستزيد منه في طلب العلم؟ كيف يفعل مثل هذا الشر؟ وأسرع موسى إلى الخضر بعدما هاله ما رأى وقال له: أخرقتها لتغرق أهلها؟ لقد جئت شيئا إمرا. قال الخضر: ألم أقل إنك لن تستطيع معي صبرا؟ فانطلقا حتى إذا ركبا في السفينة خرقها، قال أخرقتها لتغرق أهلها لقد جئت شيئا إمرا. قال ألم أقل إنك لن تستطيع معي صبرا؟ قال لا تؤاخذني بما نسيت ولا ترهقني من أمري عسرا. وأمسك الخضر بالفأس وضرب بها قاع السفينة مرة تلو الأخرى إلى أن انثقب القاع ودخل إليه الماء. وعلم موسى خطأه وعاد إلى الخضر وقال له والخجل يعلوه: لا تؤاخذني بما نسيت ولا ترهقني من أمري عسرا. هنيئا لك يا مولاي، لقد أصبحت السفن التي أصرناها 23 سفينة. أريد المزيد، أريد المزيد من السفن ليكتمل أسطولي. أريد المزيد، أريد المزيد، أريد المزيد. وترددت الكلمة في أذن موسى: لن تستطيع معي صبرا. وتذكر طلب الخضر منه عندما اشترط عليه ألا يسأله شيئا طوال الرحلة مما سيرى حتى يحدث له منه ذكرى. يتردد الكلام في أذنيه: لا تسألني عن شيء حتى أحدث لك منه ذكرى. لقد تسرع موسى وسأل الخضر قبل أن يقول له الخضر سبب ما فعل من تلقاء نفسه. تسرع موسى وأخطأ ونسي العهد.